يوم بداية أسبوع جديد، هذا الشيء بيعني إنه تحدي جديد. هلأ جايين نحن على الأنتورك ومتحمسين نعرف شو هو التحدي الجديد. عنا أفكار شو ممكن يكون التحدي بس منا متأكدين، فإن شاء الله ما يكون اللي ببالنا. مرحبا. هاي. كيفكن اليوم؟ ليه؟ شو راشد كيفك؟ مبروك 75. نور الدين شو الإحساس 74؟ لا يوصف. لا يوسف ها؟ لا بس كان فيديو كمان كتير حلو وبيستاهل. درجة ما توقعتها صراحة بالبرايم اللي راح، فمتحمس على الموضوع شنو راح يكون، ثقتي زادت. شو يا نور؟ شو؟ وين بلش؟ الفيديو ما كان سيء، نظن الملاحظة اللي قالوها لي إنه الكل عم يتقدم وأنتي ما كنتش تتقدمي. هذا الأسبوع بنعمل أحسن بكتير. إيه لأنه خلاص. نقول لهم للمشتركين الباقيين هذا الأسبوع خافوا من شو راني رايحة نخدم. شو متوقعين لهذا الأسبوع؟ عملنا جلسة مع بعض مبارح وطلعنا بأكتر شيء، أكتر من شيء، ممكن عن المي، عن الخضرة، عن التحرش الجنسي، زراعة المغنيسيوم مثل ما محمود كمان اقترح، فنحن جاهزين لكل شيء. جاهزين للتحدي تبع هذا الأسبوع؟ جاهزين. التحدي تبع هذا الأسبوع هو بدكم تحكوا عن الإدمان. واو هو تحدي موضوع فظيع. اعتقد هذا ممكن يكون اهم موضوع لهلا اخذناه. فقت من النوم، كل الطاقه دبت فيني على ادمانه حلو، قلت له واو. ما متوقع ابدا، مفاجاه كانت، مو مفاجاه. يعني توقعت كل شيء الا الموضوع اللي طرحته علينا الادمان. الادمان. لحظه، شو بكون سكتة قلبيه كلكم؟ لحظه سويت ادمان. لحظه، ادمان ما يعني مخدرات. ادمان هو ادمان، فيه يكون مخدرات، فيه يكون قمار، فيه يكون على الاكل، فيه يكون على البلاستيك سيرجري، فيه يكون على كثير اشياء. ادمان هو ادمان، هو شيء بيكون اوقات ببلش شيء صغير بيصير عاده، بعدين بتصير عاده ما بقى فيها نتخلى عنها، وعندها كثير اضرار لنا شخصيا يعني اكيد، اوقات بتصير اكثر كمان على المجتمع. فما بدي اياكم تحصروا الادمان بالمخدرات. الادمان شيء كثير سيريس و ما بدي بسطه. انا بالاخر ماني دكتوره يعني، فضايعه ما عندي افكار. يمكن هي اول مره من بدايه البرنامج لهلا ما عندي فكرة بظرف ساعة. موضوع الأسبوع هذا يعني نبيل وحلو مهم، يعني ممكن من خلاله يعني نوضح للناس أنواع الإدمان. هل هو إدمان كويس مثلاً زي قراءة الكتب؟ شو نور؟ أنا مش عارفة، أنا اليوم أنا أتريق على الإدمان زي لا يا نور، لا لحظة بعيط لك محمود؟ لا أوكي، خبريني شو معقول توصل رسالة بالفيديو تبعوليك عن الإدمان؟ انه الادمان مش مريح. انا في وقت السفر والمغامره مع الادمان ما جاتني حتى حاجه نقدر نتكلم عليها، والو صفر. اول شيء شو بدكم تعملوا؟ ريسيرش. في كتير اشياء فينا نحكي عنها خاصه بالادمان. فكرت بانه ممكن نكون في مرحله الخطر، خفت، ما كان حتى فيديو نقدر نديره ويقدر يوصل رساله. حدا بعد عنده اسئله؟ ايه محمود، هل المسج اللي هوصلها، لو انا هوصل مسج في البيئه بتاعتي لازم تكون لي علاقه بالادمان؟ يعني انا الفيديو اللي فات كان المسج اللي وصلته مش مرتبطه بالتحدي بس ليها علاقه بسياق الموضوع. دايما عندكم الحريه انه تعملوا تريت، يعني تعالجوا الموضوع مثل ما انتم بدكم، بس بده يكون متطابق مع شو هو التحدي والفئة. شو الفئه تبعيتكم. اوقات الموضوع It's inspiring، بيلهمنا حتى نقدر نعمل شيء على السريع، بتطلع فكرة على السريع. فإذا طلعت فكرة وإذا بلشتوا تطلعوا بأفكار وهيك أنا ما عندي مشكلة، بس أهم شيء إنه مش ما تستهونوا لأنه طلعت الفكرة معكم، والعكس حطوا تشالنج لحالكم أكبر خصوصا إذا طلعت الفكرة. أول فكرة إجت براسي لما سمعت الموضوع وهو ممكن الفكرة هي اللي أنا نفذها، واللي هي إدمان كثير من الرياضيين على المنشطات. يلا قوموا على الريسيرش، ماشي تاني هلا، ليتس رول. طبعاً بعد ما أعطتنا مسلين الموضوع لازم الحين أبحث بطريقة حلوة وقوية علشان أبقى في الصدارة.
أنا جوزيف حواد، مسؤول عن جمعية جاد. جاد هي جونيس أنتي دروغ، تأسست سنة 1981. بنشتغل بكل الدول العربية، الجمعية الوحيدة المرخصة بالاتحاد الأوروبي. جوزيف كثير رح يفيدنا هذا الأسبوع، خصوصي إنه الموضوع تبعنا عن الإدمان، وهو أكثر واحد عنده معرفة بالإدمان في الوطن العربي. كنا نشتغل على موضوع المخدرات، بس بلشنا بال 81 طورنا، صرنا نشتغل عن الايدز، عن الكحول، القمار، الميسر، الارجيله، الدخان. نحن كثير بحاجه لمثل هيك جمعيات لنشر الوعي. عندنا مشكله بالعالم العربي يلي هي انتشار زهره الارجيل، كل راس ارجيله يعادل علبتين او ثلاث علب دخان، بين علبتين وثلاث علب دخان. بذات الوقت عم بتعطل هالاشخاص عن وظايفهم. اليوم في كثير بيوعى الصبح بتلاقي ولع الارجيله وقعد بيقعد كل النهار على الارجيله، بطل من ينتج، بطل يفكر، قاعد كل النهار حتى الأرجيل. في أشخاص مدمنين بشكل مخيف. بالنسبة لي كتير فرحت لما حكى عن إدمان الأرجيلة، لأنه أنا من الأشخاص اللي ما بقدر استحمل الدخان، سواء سجاير أو سواء أرجيلة وشو مكان. فلازم لنا توعية إحنا كتير على هذا الموضوع، لأنه صار أي مكان بتفوته أرجيلة دخان، أرجيلة دخان. هو الإدمان يعتبر أنه تدخن ثلاث أرجيل باليوم وهيك، هذا إدمان؟ ليك إذا بدنا نصنف الإدمان بدنا نعمل ثلاث خطوات للإدمان. يعني وقت البحوث بدي الشغلة، وقت اللي بياخد هالشغلة وبتعطيني مصدر سعادة لإلي، والشغلة الثالثة وقت ما بقدر أعمل ستوب، وقف استهلاك هيدي الشغلة. هو ثلاث نقاط ساعتها بقول أنا مدمن، يعني خلص لازم أعمل ستوب. ما كنت بعرف هاي الثلاث خطوات من قبل، وهي الخطوات رح تساعدني كتير إني أنا أتأكد وصنف اللي أنا بدي أحكي عنه كإدمان. عم فكر احكي عن ادمان على الاكل، او يعني بالاكل عن الشوجر، عن ريفايند شوجر، فهل تنصحني بهالموضوع؟ يعني يا ريت. هيدا شيء عم بفوت على بيوتنا بدون ما نحس فيه. الجيل الجديد اللي طالع كله بيتكل على السكر، وما في تنظيم الشوكولا، الاشياء اللي فيها كثير سكر. ويا ريت بينعمل حملات توعيه بلبنان وبالعالم العربي عن هذا الموضوع. موضوع اللي حكيناه مع جوزيف ساعدني اكثر كرمال اعرف كيف بدي اتجه بتفكيري. فهلا انا مسؤوليتي كبيره هذا الجمعه، لانه رح احكي عن شيء منه محكي عنه قبل بالبلدان العربيه. انا بدي حابب احكي عن موضوع الستيرويدز، المنشطات الرياضية. المنشطات الرياضية، في أشياء ممكن تنصحني إني أنا ركز عليها لما عم بطرح الموضوع؟ وهل في إحصائيات عنا بالدول العربية قديش بيستعملوا المنشطات؟ يمكن في بعض المنشطات الرياضية منيحة على جسم الإنسان، بس ما عدنا نعرف أي هي المنيحة، أي هي اللي عم بتضر، أي هي اللي عم تعمل أدكت، عم تعود الجسم على الإدمان. بينقصنا بالعالم العربي دراسة مضبوطة أو إتودية أو حدا يشتغل على هذا الموضوع. بشجعك أنا يا ريت، نحن بنساعدك، يعني شو بدك معلومات من مدك حدا يوضح بعض الأمور لأنه ضايعين. النصايح اللي قدمها لكل المشتركين فادتني أنا كمان، لأن هي وسعت لي أفقي في المواضيع اللي أنا ممكن أتكلم عليها. أنا لاحظت إنه بالسنوات الأخيرة كتير في إدمان على البلاستيك سيرجري، وخاصة بالوطن العربي. هذا الشيء بيرجع هو نفسي، صح؟ صحيح. إنه عندكم دراسات على هذا الموضوع؟ لا، موضوع جديد، يعني عم تحكوني بدراسات حلوة. نعمل حملة بالسعودية عن الأكل الغير سليم، ما نعمل ولا مرة عن مواد التجميلية إذا بدنا نقول يو يو يو. بتكونوا السباقين بهذا الموضوع. حابة اتطرق لهالمواضيع، لأنه اليوم كل شيء بيزيد عن حده بيقلب ضده. أنا بتمنى لكم تتوفقوا بمشاريعكم، بتمنى يصير في تعاون بيني وبينكم، وخدوا وقتكم لأنه مواضيع كتير مهمة وبحاجة لها. يعني ما تيجي تقول خلص بدي أعمل هالدقيقة وأخلص شو ما كانت، لا، اعملوا سيرش. عندي أنا ديتاي عن كل هالمواضيع، نتفي نتفي، يعني ممكن ساعدكم بمكان ما. عن جد نحن علينا مسؤولية كبيرة، لأن هاي الفيديوهات اللي بدنا نعملها مو بس بدنا نعملها ونحطها على الجنب، هاي الفيديوهات اللي بدنا نعملها بدنا نأثر فيها على العالم، بدنا إياها توصل لأكبر كمية من العالم، بدنا العالم تشير هاي الفيديوهات. وإن شاء الله نقدر نعمل شغل حلو سوا، خصوصي إنه هو يعني كتير محمس للفيديو تبعنا. والله يقويكم ويعطيكم العافية. Thank you.
صباح الخير ومبسوط انا اليوم عم برجع التقيكم وعم برجع اشوف وجوهكم. اليوم عندنا كلاس مع ميلاد، هذه ثالث مره يجي فيها البرنامج ومتحمس ايش ممكن اتعلم منه. حبيت اليوم انا وانتو نخصص هالسيشن لحتى نبلش نفكر كيف ممكن نعمل هيدا التسويق الذاتي لحالنا. تعرفوا اليوم اجت السوشيال ميديا لحتى تغربل، صار الناس اللي عندهم مضمون جيد عم بتحبون السوشيال ميديا، والناس اللي ما عندهم مضمون جيد تلقائياً عم نحس إنه السوشيال ميديا بنقول بالعربي الفصحى عم تلفظن، يعني عم تكبن لبرا. كرمال هيك اليوم حبيت خصص أنا وأنتو هيدي الجلسة لفكر إذا نحن عنا فرصة 30 ثانية نعرف عن شو شغلنا، عن شو بنعمل، كيف ممكن نستخدم هالبيتش لحتى عرف فيه عن حالي بطريقة إذا الشخص التاني سمعني يصير مهتم أكتر يعرف أنا شو بعمل. من المفيد جداً إنه نعرف إيش الناس يعني عادة تحتاج، لأنه هو اللي بيعمل الفرق صراحة. أنا اليوم جايب لكم فورمول لحتى أقدر أعرف فيهم عن حالي قبل ما نتعلم شيء. إذا سألتك وطلبت منك بـ30 ثانية ورح أعير لك الوقت، تعرفني عن حالك بس بطريقة بدك تقنعني بالشيء اللي أنت بتعمله. 3 2 1 تفضل. أنا اسمي محمود أشرف، التخصص بتاعي ستاند اب كوميدي او ستاند اب كوميديان. انا دايما بشتغل على الكوميديا السوداء، ده الجزء اللي انا بفضله، هو ان انا اشوف الحاجات السلبيه اللي في المجتمع او المواقف السلبيه الموجوده وافككها واركبها بشكل تاني يضحكك، بحيث ان انا اقول لك غلط بس بطريقه تكون انت بتضحك عليها، اقول لك انت غلطان بس من غير ما ازعلك مني. فده الستايل اللي انا بشتغل عليه دايما. محمود اخذت 23 ثانيه منيح، بس خلوني اقول لكم وين نقاط الضعف لتبلشوا تعرفوا نقاط القوه. نقاط الضعف بمحمود باللي خبره انه خبر كثير عن حاله، حكي عن حاله بس ما حكيني انا شو بستفيد من الشيء اللي عم يعمله. يعني اخر شيء بعدين انا بعمل كوميديا سوداء، اوكي تشرفنا يا باشا خلصت. دائما لما بدي اتعرف على انسان تاني وعرفه عن حالي بدي اجذبه لإلي، تجذبه بدي فسره انه انا في اعمل شيء بيساعدك انت. كنت متوقع ان الموضوع بيبقى مدروس قوي كده، ان انت لازم تتكلم بطريقه معينه علشان تقنع اللي قدامك بالفكره اللي انت بتقدمها او تقدر تلعب على مشاعره، فهو وضح لنا النقطه دي واحنا هنحاول نشتغل عليها. يعني لحتى بلش اعرف عرف عن حالي هي رح تكون 3 طبقات: النجاح اللي بعمله بحياه انسان تاني، الطريقه يلي بعمل فيها هيدا النجاح، والنتيجه يلي بيحصل عليها الانسان اذا اشتغل معي او حضر لي ستاند اب كوميدي او او او. طيب خلينا نبلش باول جمله. ماريلين يعني هلا كمان بعدها ممكن ما تكون جاهزه بس خلينا نشتغل عليها، يلا تفضلي. انا ماريلين لايف ستايل يوتيوبر، بساعد المراه لتكون انسانه شكليا افضل ولتتعلم الشغلات اللي ممكن هي ما تعلمتها بحياتها اليوميه، تاخذها مني بحكم انا عندي خبره بهذا المجال اكثر. اول شيء حبيت فيك شيء انك صوبتي الهدف تبعك الى مين؟ النساء، المراه. انا بساعد المراه لتكون بابهى حله. نقطه. تاني جملة من خلال شو يا ماريلين؟ من خلال النصائح اللي بتهتم بالعناية بالبشرة، الشعر والحياة اليومية اللي بتهم المرأة. عيني عليك، برافو. تالت واحد شو الريزلتس الملموس؟ لتكوني انتي يعني حلوة من برا لأنه بتنعكس السعادة الخارجية على جوا. جريت، بس بدها شوية تظبيط، عرفت شو قصدي؟ بدها تشتشت. فإذا عندي هدف الكبير، عندي أدوات وعندي نتيجة. شفتوا لاحظتوا كيف تغير الخطاب؟ صار عندي خطاب مشاعري متعلق بالناس مش متعلق في انا. ميلاد صفه دائما بيكون كثير حلو وكثير انفورماتيف لانه بنتعلم منه شغلات فينا نطبقها اوتوماتيكلي على حالنا بنفس الوقت نستفيد منها للمستقبل. اليوم الفرق بين انه واحد يكون ناجح بالشيء اللي عم بيقدمه او يكون عادي بالشيء اللي عم بيقدمه هو طريقه شو الافكار اللي براسه بخزنها عن شغله. برجع بقول لكم كل شيء نحن بنظهره للناس وهو حقيقه الناس بتاخده. كل شيء انتم بتشوفوا حالكم كبار بالشيء اللي عم تعملوه ومهمين بالشيء اللي عم تعملوه بتصيروا تحفزوا حالكم اكثر لتشتغلوا. مشان هيك انا اليوم كانت هيدي السيشن عن هالـ30 ثانيه يلي عن جد اذا التزمتوا فيها بتصيروا تحسوا حالكم مجبورين تلتزموا بالوعد يلي وعدتوه لحالكم. بتمنى تكونوا استفدتوا. ثانك يو، ثانك يو. اليوم كان عندنا يوم عطلة، جينا نلعبوا بينت بول.
كثير مبسوطه وبنفس الوقت خايفه لانه اول مره بلعب بينت بول بحياتي، فهيك عم اكسايتد انه اجرب شيء جديد، بس خايفه ازرق بشيء يعني عيني تنقبع او مثلا ايدي تزرق فالله يسامحه اللي حيعمل فيني هيك. لما قالوا لنا بدنا نجي على البينت بول حسيت شعور يا سلام، رح فضي كتير نيجاتيف انرجي جواتي وانا مش مصدق، بس بدي امسك المسدس وانزل على الحلبه، وان شاء الله يكون الفريق اللي معي فريق قوي. ما يلي كتبت قصيده انا لست لهم انا ليت، عرفتوني؟ شبكن يا جماعه ليش عم تضحكوا علي؟ اول مره بتشوفوا هيك كائن فضائي عادي، يعني نحن بحرب. كثير حبيت الاوتفيت، حاسه حالي لارا كرافت ووندر وومن وهيك يعني قويه، وهيك ناقصني الفرد هلا لاوصل كل فرجيهم انه فريق ماريلين ما بيخسر ابدا. كان انا معي بالفريق نور الدين وزاهد. فريقنا بقياده ماريلين يتكون من مستر بلاك ومسز ريد ومستر يلو، كل واحد اخذ كود نيم على مود الاعداء ما يعرفونه منه، واعتقد احنا راح نفوز. سمينا حالنا باور رينجرز لانه احنا مندافع عن الحق. إلهما باور رينجرز حنايا سلاحف النينجا. لكن رح نبلش اول جيم، هيدا الفلاج اللي بدنا ناخده رح يكون بنص الملعب، ما في غير فلاج واحد. اوكي الفريق الموجود هون او الموجود هونيك بتكون تجوا على النص تاخذ الفلاج وتركض فيه على البيس تبعك، وانس بتوصل على البيس يو وين. 3 2 1 جو. مشيت اللعبه يا جماعه. صراحة إحساس اللعب كان لا يصدق، يعني أتكلم من شخص قاعد يلعب فيديو جيمز طول حياته عمره ما شال سلاح بدأت تبل في حياته، ما كنت متخيل قد إيش يعني أدرينالين والحماس ودي الأشياء. أول راوند نحن لعبناه نور أخذت العلم، فأول راوند نحن فزناه بسبب نور. فريق إرميدي بيربح. حسيت بالفخر كي جبت العالم، وانا طفله الاولى اللي جبت العالم. صراحه انا انصدمت شلون نور قدروا يوصلون العالم ويرجعوه، كنا ضربنا عليهم طلقات ما اعرف، هذا شيء غريب. فريق رمادي اول مره نحن ربحناهم قصدا مشان شو انه ينبسطوا بحالهم يفكروا حالهم اوايا، هيك لعبناها يعني ريفرس سايكولوجي عليهم. انتوا صح ربحتوا اول معركه بس انتظرون الحرب بعدها ما خلصت، وهلا لعبنا لعبه تيم ديث ماتش ما بيها لا علم ولا شيء، بس كل واحد ومالته المواهب. الفريق الثاني مجلي يعني مجلوقين، يعني مثلا تبعنا ما بيضربوا ضربه بيضلوا هيك بيضلوا بيعملوا هالحركات. طبعا ماريلين البنوته الرقيقه دخلنا ماسكه السلاح، يا ترى هتعمل بيه ايه؟ ماريلين هتحط مانوكير ولا هتضرب بالسلاح في العدو؟ خدت طلقتين في دماغها، طلقه في رجليها، مش نافعه في لعب ماريلين، خرجت ماريلين. انا 20 مره اكلت ضربات يعني تشوهت، يعني انا هلا محارب مصاب مشوه، يعني انا هلا في بجسمي اربع اصابات رح فرجيكم اول وحده. دخلت كم دخلة، أكلت لها كم طلقة يعني، وتوجعت وعيطت، بس كمان قوت قلبها يعني وفاتت. طلعت أكتر وحدة تحملت ضربات بهالمعركة وردت لهم ياهن. كنا ضايعين، كل مرة نحس إن إحنا كذبانين بس نلاقي السكور في الآخر واخدين على عنينا. تاني مرة نحن ربحنا، تالت مرة نحن ربحنا طبعاً. جيم أوفر، خلصت اللعبة. فريق الأخضر بيربح. بالآخر نحن طلعنا الأبطال. خلصت اللعبة للأسف كتير إن هذا الفريق الأخضر فاز علينا، مع إنه نحن فضينا كل طلقاتنا عليه. جدا انبسطنا اليوم، طلعنا كل الطاقات السلبية، إذا واحد شايل على الثاني طلعناها بالبينت بولز، اتفقنا وطاوشنا كتير، كان حلو اليوم. هلا صار خلص نهار، كثير انبسطنا اليوم، هلا لازم ارجع لارتاح وداوي حالي من الجروحات اللي فيني انا كمحارب يعني، مشان اكون تمام تمام لبكره.